الجهاز النفسي والصراع اللي جواه. تعرفني انا الهوى، الهوى ده بتاع الشهوات، الهوى نفسه في جواه صراع. يعني هنقول ان في صراع بين الهوى والانا والانا الاعلى، وبين الانا الاعلى الانسان والانا الاعلى الضمير، الثلاثه دي هنا منفصلين. عادي يكون انا والبشمهندسه نبيله والبشمهندسه علياء بينا صراع، صراع في الاول ده عادي، كل واحد منهم جزء مستقل. لكن المشكله ايه بقى؟ يبقى انا جوايا صراع داخلي ان اجزاء تطلع له اجزاء لا. تمام؟ هي عندها اجزاء عايزه تطلع له اجزاء عايزه تنحرف، وهي عندها فكره ان كمان الجزء الواحد فيه مطور. فالشخصيه يا جماعه شخصيه متكامله، ما بقاش شخصيه متكامله، ما بتتكلمش بصوره منفصله بالظبط. مجموعه الطاقات اللي جوه الانسان، اتفقنا عن الشخصيه صفات جسميه وعقليه. جسمية خلاص، جسمية عقلية فعالية وابداعية، فاهم كده؟ الطاقات دي يا جماعة كلها بنسميها زي فريق كرة، زي فريق كورة لازم تتناغم عشان تكسب، وإذا ما تناغمتش هتخسر. وكل ما يكون التناغم قوي واللي هيكسب أكتر، وكل ما يكون التناغم ضعيف واللي هيخسر أكتر. تمام؟ طب التناغم قوي وبخسر في بعض المواقف، ده قدر الله مش مشكله. وخلاص اكسب في اخرى، وربنا يعوضك انه يقوي البناء النفسي بتاعك انك تكسب، انك تكسب. لكن البناء النفسي بيكون ضعيف وبخسر، بلاقي نفسي بدات انهار تدريجيا امام هذه الخساره. تمام؟ فده من اجزاء قوه الشخصيه برضه. كمل شويه.